الخراب يخيم على طرقات العاصمة السودانية، فالمعارك مرت من هنا، وهذه أثارها في الأسواق الشعبية والأحياء السكنية والمتاجر. شوارع لم تسلم من آثار الرصاص والقذائف إثر الاشتباكات الدائرة. الحياة هنا في منطقة شنباط في مدينة بحري شمالي العاصمة تبدو شاحبة. بعض المواطنين خرجوا من منازلهم من دون حيلة، مذهولين من انقلاب المشهد في مدينتهم. تراهم متعبين ومنهكين، يفتشون عن كلمات لتوصيف الوضع فلا يجدونها. والله المواطن يتأثر شديد بالأسف شعبنا السوداني، ونزع ربنا يكتب السلامة بعده. والناس والله الآن خايفة على شفاعها، وضعه مؤسي، والناس أخيرهم فيها تنهب في حق المواطن المسكين بعد ما الضرب. كل إنسان والله تعبه شديد والله. دمار واسع طال المنطقة القريبة من السوق المركزي في المدينة بعد أيام من المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع، خصوصا تلك التي وقعت قبل أيام. نهشت المعارك الأبنية السكنية ومحال الخضار والبقالة وأرزاق الناس ومساحات الأطفال القليلة للعب والتسلية. الأصوات الكثيرة دي مخيفة جدا جدا حقيقة، يعني رغم أنها هي بعيدة مع الأطفال والمنطقة، والله هي شكلت للأطفال رعب كبير يعني. ومع انتقال المعارك إلى مناطق بعيدة نسبيا، خرج من كتبت لهم النجاة بحثا عن تأمين لقمة العيش لهم ولعائلاتهم، فكثيرون باتوا غير قادرين على الهروب بعيدا عن مناطق الاشتباك. تجار بيزات انضروا ضرورة ثقيلة جدا جدا، نابي مسألة جا كسرت دقاكين والناس كلها جا شالت، والله الوضع تعبان جدا جدا، إن شاء الله ربنا يكتر ويصلح الحال. ومع قلة الخيارات أمام المدنيين العزل في مواجهة الرصاص، لم يجد كثيرون غير النداءات للأطراف المتصارعة بوقف الحرب، فالسودان بالنسبة لهم يتسع للجميع. والله السودان ده بيشيلهم كلهم، والله نازي السودان ده بيشيلهم كلهم، ما في التنافر والتنافر والاقتتال وبتاع. ناس النازي ما خسرت أرواحه، في ناس خسرت أرواحه، وفي ناس خسرت دكاكينه أمواله. نسأل الله السلامة يا أخي، إنه النازي ربنا يهديهم، بس ما أكثر من ذلك. الصورة في منطقة شنباط التي تمكنت سكاي نيوز عربية من الوصول إليها قد لا تكون الأسوأ، فمناطق وسط الخرطوم لا تزال الاشتباكات فيها مستمرة ويصعب الوصول إليها. إلى ذلك ينتظر السودانيون حلا لأزمتهم التي أغرقت البلاد وزادت همومهم المتراكمة أصلاً.